مارينا الآن من بيروت الأستاذة ميرنا رضوان، وهي الكاتبة والباحثة السياسية. أستاذة ميرنا، أهلا وسهلا، أنت الأقرب الآن إلى ما يحدث لهذه التطورات، كيف تتابعينها؟ أستاذة ميرنا، هل تسمعينني الآن؟ نعم، مساء الخير. أهلا وسهلا. نعم، سمعت، يعني سمعتك بآخر كلمتين. أقول لك أنت الأقرب، أنت الأقرب الآن لهذه التطورات وما يحدث الآن، كيف تتابعين ما يحدث؟ هناك كثير، يعني في كثير تضارب في المعلومات الآن في بيروت. يعني البعض قال أن الغارة الإسرائيلية استهدفت، نعم هي استهدفت منطقة مارليس في بيروت، ولكن هناك معلومات عن أنها استهدفت مركز الجماعة الإسلامية في مارليس. ولكن هناك تضارب في المعلومات، يعني البعض ما نوع التضارب الحادث الآن؟ التضارب في المعلومات، يعني هناك من يقول أن موقع الاستهداف أو المبنى السكني يبعد قليلا عن المبنى الذي يوجد فيه مركز الجماعة الإسلامية في المنطقة. نعم، طيب على أي حال لا يمكننا حسم الأمور الآن، هناك تحقيقات تجري طبعا، ولكن نعم هناك إصابات في المدنيين وأضرار جسيمة كما يحدث في كل المناطق اللبنانية، لأن يبدو أن إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان وتحاول الاستفادة من الوقت قبل الدخول في المرحلة الأخيرة من المفاوضات. حتى لو كان هناك تضارب في المعلومات وما هو المستهدف مما حدث، ولكن بالتأكيد هذا استهداف أول من نوعه في منطقة سكنية بامتياز في وسط بيروت، تجارية مليئة بالمدنيين وما إلى ذلك. هذا تطور، أليس هذا تطور كبير في مسار هذه الحرب؟ نعم، لاحظنا اليوم أن إسرائيل توسع عملياتها، حيث أنها استهدفت مناطق تعتبر آمنة إلى حد ما، لأنها مناطق سكنية أو يعني تتضمن داخلها تجمعات معينة ومناطق سكنية معينة، ولكن يبدو أن إسرائيل تحاول أن تستهدف الشخصيات التي ترتبط بأي علاقة مع حزب الله حيثما وجدت، حتى وإن وجدت في أماكن سكنية أو أماكن تكتظ بالسكان. طيب، بالفعل هذه نقطة مهمة، وهذا يدل على أن إسرائيل تقول سنستهدف أي منطقة بها كيانات لحزب الله أيا كانت نوع هذه المنطقة، آمنة، سكنية، ما إلى ذلك. جيش الاحتلال كذلك منذ قليل يقول استهدفنا 6 مواقع تابعة لحزب الله في الغارات. هذا يعني أن الأراضي اللبنانية أو العاصمة اللبنانية أصبحت جميعها تحت نيران الاحتلال، أم ما الذي يحدث، خصوصا أن هناك جولة من المفاوضات كانت المفروض تدعو للتهدئة تحدث هذه الأيام؟ أينما وجدت إسرائيل هدف لها تعتبره مشروع، أينما وجدت هدف تعتبره مشروع، وهي تحاول الاستفادة من الوقت طبعا، لأن المحادثات تجري اليوم حول وقف إطلاق النار، وهناك مطالبة من إسرائيل بحرية العمل العسكري في لبنان، وهذا ما تحاول فرضه خلال المحادثات الأخيرة أو المحاولات الأخيرة التي يجريها المبعوث الأمريكي هوكستين. فهي تكثف عملياتها، وطبعا التبرير أو الحجة بأن أي شخص يتواجد في أي مكان ويكون هدفا مشروع لإسرائيل بحيث يعني بسبب ارتباطه بحزب الله بشكل أو بآخر، فهو هدف مشروع لهم ولا يكترثون فعلا. يعني ما تقوله إسرائيل في الإعلام بأنهم يحاولون تجنب إحداث ضرر أو
ضحايا مدنيين، ولكن الهدف عندهم قبل كل شيء، وهذا واضح جدا، حيث أن الكثير من الأبرياء والمدنيين يستشهدون يوميا في الغارات التي تشنها إسرائيل على بيروت أو عدة مناطق في لبنان. أستاذة ميرنا، هل بهذه الطريقة سيناريو غزة يتكرر في لبنان؟ إلى حد ما، ولو أن فرصة وقف إطلاق النار في لبنان هي أعلى منها في قطاع غزة طبعا. يعني قطاع غزة كان هناك حوالي أكثر من 10 سنة تقريبا وهم يحاولون وقف إطلاق النار، ولكن لم تكن المفاوضات جدية. في لبنان ربما الفرصة لوقف إطلاق النار هي أعلى منها في قطاع غزة، ولكن لا يمكننا القول أن هذا الأمر سيتحقق قبل أن نرى ماذا سيحدث نهار الثلاثاء والأربعاء، حيث أن هوكسكين سيكون في بيروت نهار الثلاثاء. لماذا تقولين أن فرصة وقف إطلاق النار في لبنان أعلى من غزة إذا كان هذا التصعيد يحدث قبل يومين فقط من وجود هوكسكين في لبنان أو في المنطقة؟ كما نعلم أن يعني إسرائيل اليوم أو نتنياهو أعتقد أنه في مأزق فيما يحدث في الداخل الإسرائيلي اليوم. يعني رأينا بأن وزير الدفاع الإسرائيلي أصدر قرار بتجنيد المتدينين في إسرائيل، وهذا ما أثار يعني مواجهة كبيرة بين العلمانيين والمتدينين، وهنا نجد أن حكومة نتنياهو في مأزق. ولا ننسى أنها تحارب، أنها اليوم الجيش الإسرائيلي، جيش العدو الإسرائيلي في حربين، حرب لبنان وحرب غزة. طيب وزارة الصحة اللبنانية، عذرا يا أستاذة، وزارة الصحة اللبنانية تقول شهيد و9 مصابين بينهم 2 في حالة حرجة في غارة للاحتلال على مار الياس في بيروت. بدأت تخرج البيانات الرسمية والأرقام الرسمية من وزارة الصحة اللبنانية، حيث تقول الوزارة شهيد و9 مصابين بينهم 2 في حالة حرجة في غارة الاحتلال على مار الياس في بيروت. أكيد أو بالتأكيد هذه ليست حصيلة نهائية، ولكن ربما قد يكون هناك تحديث لهذه الأرقام بعد قليل. أكمل يا أستاذة ميرنا. نعم، كنا نقول بأن نتنياهو اليوم في مأزق، حيث أنه يواجه في الداخل الإسرائيلي طبعا مشاكل من حيث التجنيد والحاجة إلى المزيد من الجنود، في حين يرفض المتدينين كما نعلم، وهذه مشكلة تواجهها إسرائيل والحكومة الإسرائيلية منذ العام 2015-2017. فهذا ما إضافة إلى أن حزب الله أيضا أو المقاومة في لبنان تكبدت الكثير من الخسائر، إن كان عسكريا أو في صفوف المدنيين وشعب المقاومة نفسه. يعني نحن اليوم نتحدث عن خسائر بالمليارات، اقتصاديا نتحدث عن آلاف القتلى والآلاف والضحايا المدنيين والعسكريين وغيرهم. نتحدث أيضا عن اختراق أمني وعسكري كبير في صفوف حزب الله، واضح من خلال ما حدث والاغتيالات التي تمكنت إسرائيل من تحقيقها على صعيد القيادة العليا في الحزب. فأعتقد أن الطرفين بحاجة اليوم إلى الوصول إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار، ولكن المشكلة الوحيدة، وطبعا يعني حزب الله يقول أنه يريد تطبيق القرار 1701، علما أن القرار 1701 يتضمن بنود مهمة جدا، منها تسليم حزب الله سلاحه للدولة اللبنانية. ورغم أن حزب الله يقول بأنه موافق على تطبيق القرار 1701، ولكن إسرائيل تشترط الآن تطرح شرطا جديدا، وهو
السماح لها بممارسة عمليات عسكرية أو مراقبة عسكرية في لبنان.